ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنه وانه في الاخره لمن الصالحين ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن إن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ۖ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتقوا وَالَّذِينَ الَّذِينَ هُمُّ مُّحْسِنُونَ بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العلي